أمير. أمير فهمني شو يلي عم بيصير. لهلا ما عم بستوعب. في حدا بينكر المعروف وبيغدر هيك؟ ليش عم يفتري علي؟ في شي ماله نضيف ورا هالموضوع، شو هو؟ في شي ماله مريحني. عمك شو عم يقول؟ شو بده يقول عمي؟ بابا انت شايفه للزلمة وحاكي معه، والشرطة عندهم فيديو لإلك وانت عم تحاكي. ايه حكيت معه صح، بس انا كيف بدي اعرف؟ اجا سلم علي وانا قاعد، كان لازم ما سلم عليه؟ طيب شو طلب منك؟ عن شو حكيته؟ قال لي انه هو كان عامل عنا بالشركة وبعدين ترك الشغل، وانه هلأ ظروفه صعبة وطلب مني شغل، وانا قلت له تكرم هاد كل يلي صار. والرسالة اللي بعتها لأمي؟ رسالة تهديد منك. أنا مالي باعتها وما بعرف مين يلي باعتها. أنا ما ببعت تهديد لحدا. بابا انت مصدقني مو؟ صدقني؟ ايه مصدقك طبعا.